اهلا وسهلا وينما كنتم متابعي قناه السعوديه، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من السعوديه. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل جمعه وسبت. اليوم مواضيعنا مختلفه، اليوم عندنا انجازات سعوديه عالميه، اقدمها انا وزميلتي نهى. يسعد مساك. يا اهلا وسهلا عبد العزيز، سعد مساك، مساكم الله بكل خير مشاهدينا، حياكم اكيد في موعدنا الجميل واللي كلنا متحمسين له. مثل ما قال عبد العزيز، انجازات ضخمه كبيره حنستعرضها اليوم، متحمسين له وما عندنا وقت نفوت ولا دقيقه. خلونا نشوف ابرز عناويننا لليوم. يوم واحد يفصلنا عن انطلاق الرواد السعوديين نحو الفضاء. وإنجاز تاريخي سعودي، 27 جائزة عالمية في آيسف 2023. إتاحة خيار احتساب القيمة المضافة على هامش ربح السيارات المستعملة. إذن كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. الآن نتابع أبرز ما جاء من أخبار في المشهد السعودي الأسبوع الماضي. انعقاد أعمال القمة العربية 32 في جدة. واحد وعشرين مايو موعد لانطلاق رائدي الفضاء السعوديين إلى الفضاء في رحلة علمية. السعوديون يواصلون تألقهم في آيسف 2023 بحصد 27 جائزة ويحطمون رقم العام الماضي، محتلين المركز الأول مرتين. الهيئة السعودية للسياحة تطلق حملة صيف السعودية تحت شعار لا تروح بعيد، روح السعودية. نجاح فصل التوائم السيام النيجيري حسانة وحسينة بعد عملية جراحية معقدة استغرقت أكثر من 14 ساعة. الزكاة والضريبة والجمارك تتيح خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة. 1.6 مليون عملية نفذتها أبشر في أبريل الماضي. الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية. يا اهلا وسهلا فيكم في اول مواضيعنا اليوم اللي حنتناولها. واقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداء من مطلع الشهر القادم. هذا القرار حيسهم من خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة. حنتعرف على تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ حمود الحربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمود، حياك الله. حياك الله، سعد الله مساك وسعد جميع المشاهدين. يا اهلا وسهلا استاذ حمود. يعني في البدايه القرار هذا تناولوه الكثير، ودنا نتكلم عنه وش الاهداف اللي الهيئه باذن الله ناويه انها تحققها من خلال هذا القرار. طبعا هذا القرار اتاح للمنشآت المسجله بضريبه المضافه والمرخص لها ممارسه تجاره بيع السيارات بان تقوم باحتساب ضريبه القيمه المضافه وفق طريقه هامش الربح ابتداء من 1 يوليو 2023. معنى هامش الربح بانه سوف يكون الضريبه فقط تصيب هامش الربح، يعني قيمه البيع يخصم منها او قيمه البيع تخصم منها قيمه الشراء، والناتج يخضع لضريبه القيمه المضافه فقط. الطريقه السابقه كانت الضريبه تطبق على كامل قيمه بيع هذه السياره. طبعا هذه الطريقه هي ليست الزاميه، هي متاحه خيار لهذه الجهات المسجله على ضريبه القيمه المضافه. ايضا كيف غير الزاميه؟ معلش استاذ،
أي بأنه ممكن يختار أحد الطريقتين. هناك بعض الاشتراطات لم ينطبق عليه لا يستطيع اختيار هذه الطريقة، ولكن الهدف الرئيسي منها هو خفض ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السيارات المستعملة المؤهلة. ممتاز. طيب يعني السؤال اللي يتراود إلى الذهن، من يحدد موضوع هامش الربح؟ يعني ممكن يكون في تلاعب حتى في هامش الربح، صح ولا لا؟ يحددها السوق. الآن سيارة شريتها وبعتها موجودة قيمة الشراء وقيمة البيع، الفرق ما بين قيمة الشراء وقيمة البيع هو هذا هامش الربح. يعني أمر واضح جدا لا يمكن التلاعب فيه كقيمة بيع وشراء. طبعا هي للأفراد للمنشآت فقط، احنا نتكلم عن الشركة أو المنشآت المسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة والتي تمارس نشاط بيع السيارات كالوكالات والمعارض. طيب استاذ حمود، بالنسبه للسيارات المستورده اللي تابعه لشركات، هل ينفذ عليها هذا القرار؟ نتكلم عن السيارات الموجوده في السعوديه، القرار هذا كشروط أيوة. تنطبق على السياره الموجوده في المملكه والمستخدمه في المملكه والتي تصنف كسياره مستعمله مؤهله. طيب لان تكون يطبق عليها هامش الربح. في شركات في السعوديه تستورد سيارات من خارج المملكه وتبيعها، هذه تعتبر جديدة وتعتبر عند الاستيراد، أي سلعة عند الاستيراد تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية. يعني تعتبر جديدة هذه. أنا حديثنا عن السيارات الموجودة، إذا من أهم الشروط أن تكون السيارة موجودة في السعودية ومستخدمة مسبقا في السعودية. تم تطبيقها من متى؟ سوف يتم تطبيقها من 1 يوليو 2023. طيب طريقة الرقابة على مثل هذه الضريبة؟ احنا بالنسبة للهيئة لدينا الرقابة، المكلفين هؤلاء مسجلين لدينا، لديهم قرارات ضريبية، عندنا إمكانية مراقبتهم من خلال الفواتير الإلكترونية، لدينا التزامات على هذه المؤسسات بالاحتفاظ بالفواتير، باحتفاظ بالسجلات، لدينا فرق تشتيش ورقابة على كافة القطاعات التجارية وليس فقط على هذا القطاع. جميل. أستاذ حمود، بالنسبة للخيار، هل ممكن يكون يعني الواحد يكون عنده حرية الخيار ما بين الطريقة القديمة والطريقة الجديدة، أو الشروط يعني هي اللي ممكن تحدد هذا النوع من الخيار؟ هي كما ذكرنا هي غير إلزامية، والشروط أيضا هي سوف يكون لها إلزامية أكثر، يعني عندما ترغب باختيار هذه الطريقة وترغب باختيار طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة، يجب عليك أن تستوفي عدد من الشروط. من أهم هذه الشروط، أولا كما ذكرنا مسبقا، أن تكون سيارة موجودة في السعودية مستخدمة، أن تكون أيضا مصنفة من قبل الهيئة بأنها سيارة مستعملة مؤهلة، أيضا أن يكون الشخص الذي يبيع هذه السيارة وكالات وسيارات ووكالات والمعارض أن تكون مسجلة في الهيئة لأغراض المضافة، وأيضا أن تقدم طلب أن تصبح هي أيضا مؤهلة بأن تستخدم طريقة هامش الربح. ممتاز. طيب يعني مثل هذا القرار، ما هو يعني مردوده على المستهلك؟ كما ذكرنا مردود هذا الهدف منها هي خفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السيارات المستعملة. ممكن يكون في تكدس للسيارات المستعملة في السوق؟ والله هذا أمر لا نستطيع قياسه، احنا كهيئة جهة تنفيذية نطبق ضريبة القيمة المضافة لا نستطيع قياس هذا الأمر، ولكن الهدف كما ذكرت هو أن نخفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السيارات المستعملة المؤهلة. يعني راح يتم تطبيقها بعد تقريبا أسبوع؟ لا، 1 يوليو 1/7 2023، اي الشهر القادم اللي بعد ان شاء الله. جميل. استاذ حمود، انا لاحظتك كثير تكرر موضوع سياره مؤهله، متى نقول ان هذه السياره مؤهله؟ هناك عده اشتراطات، منها ما كما ذكرت تكون موجوده في السعوديه، ان تكون السياره يعني مستخدمه، وهناك بعض الشروط موجوده على موقع الهيئه يمكن الرجوع لها للتاكد ان هذه السياره هي سياره مؤهله، هي سياره مستعمله مؤهله. ممتاز. تحب تضيف شيء في الختام استاذ حمود؟ نعم صحيح استاذ كريم، هناك دليل ارشادي اطلقناه عن السيارات اللي هو طريقه هامش الربح، يستطيع اي شخص الدخول على موقع الهيئه وقراءه هذا الدليل، يعني يشتمل هذا الدليل على عدد من الايضاحات، الطرق، التعريفات، امثله توضيحيه عن هذه طريقه هامش الربح. ايضا نعمل من اي شخص لديه استفسار التواصل معنا من خيار رقم 1 1 3 3 3 أو واحد كم؟ واحد كم؟ 1 3 9 1 3 9 3. ممتاز. أيضا من خلال حسابنا على تويتر اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من خلال الموقع الإلكتروني هناك محادثة فورية. ممتاز ممتاز. إذا هذا الموضوع مهم جدا لمن أراد الاستفسار، لأنه فيه أسئلة كثيرة فيما يخص هذا الموضوع، يتصل على الرقم 1 3 9 3 وعن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. شكرا لك أستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. لا تروحوا بعيد، فاصل قصير راجعين.
من مواضيعنا المستجدة اليوم، وأتاحت أمانة العاصمة المقدسة تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية في المنازل من خلال تصريح تقديم الخدمات المنزلية عبر منصة بلدي. الحديث أكثر عن الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ أسامة زيتوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة، حياك الله. اهلا وسهلا بكم اختي كريمه، ومساء الخير عليكم وعلى يا اهلا وسهلا فيك استاذ اسامه. في البدايه ودنا نتعرف على الفئات المشموله لاصدار التصاريح وشروطها المطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع اصدار التصاريح المنزليه هي يعني بدايه هي خدمه جديده استحدثتها واقرتها وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان بهدف تمكين اصحاب رخص المحلات من مزاوله نشاطهم منزليا، طبعا وفق متطلبات وشروط محددة حددتها الوزارة. متى ما توافرت هذه الشروط يتم السماح لصاحب النشاط بمزاولة العمل منزليا. طبعا هذه الخدمة هي في الواقع يعني تفيد كلا الطرفين، فهي من جهة تتيح لجمهور المستفيدين من الاستفادة من هذه الأنشطة في منازلهم، ومن جهة أخرى بالنسبة لأصحاب الأعمال فهي تمكنهم من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لموظفي المنشأة ليقوموا بتقديم الخدمة خارج العمل المحل وفي مواقع متعددة، وتكون هذه التصاريح طبعا مرتبطة أصلا برخص مسجل على المنشأة. يعني مش للأفراد، هي المنشآت وعندهم لابد من توافر شهادات معينة مثل شهادة خبرة في إصدار شهادة مزاولة مهنة مثل خياطة. صحيح، هي مرتبطة برخصة صادرة للمنشأة نفسها. طيب هذا التصريح يعطيهم مثلا يسمح لهم بتوظيف عاملات مساعدات يوسع النشاط أكثر؟ صحيح، هناك طبعا عدد من الأنشطة الآن المشمولة بهذا القرار. يعني مثلا بالنسبة لنشاط هناك نشاط الخياطة وأعمال الحلاقة والتزيين النسائي، كذلك هناك خدمة الاسترخاء والعناية الشخصية. كل هذه الأنشطة سمحت بها الأمانة لمزاولتها في المنزل، اللي هو المساج طبعا. نعم، من خلال طبعا إصدار تصاريح خاصة بها يعني لممارسة العمل في المنزل. طبعا هناك أشخاص محددين تنطبق عليهم الشروط، يجب أن يكونوا حاصلين على رخص مهنية لمزاولة هذا العمل. جميل أستاذ أسامة، هذا القرار من أجمل القرارات للتسهيل والتوسع في الأعمال، وفي نفس الوقت لا راحة العملاء. ودنا نتعرف على طريقة إصدار التصاريح والتقديم عليها، وش هي أبرز الخدمات المشمولة؟ طبعا الإصدار التصريح يعني سهل جدا من خلال الدخول على خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، من خلال الدخول على موقع منصة بلدي التابع للوزارة والاطلاع. مجرد الدخول على المنصة تظهر جميع الاشتراطات والمتطلبات المطلوبة، ومن ثم يتم إذا ما توافرت هذه الاشتراطات يتم إصدار التصريح وطباعته مباشرة لممارسة العمل. ما هو الفرق بين التصريح والترخيص؟ هناك ترخيص يعني يكون صادر على رخصة محل، يكون هناك محل ثابت للمنشأة. هناك بعض المهن يعني يتطلب وجود محل ثابت وتمنح الأمانة من خلاله تصريح للعمل المتلقي. طبعا هذا بخلاف هناك بعض المهن لا تتطلب أو لا تشترط وجود محل ثابت، مثل الأعمال المتنقلة مثل خدمة العربات المتنقلة التي تمكن الأفراد من مزاولة الأعمال في الحدائق العامة على سبيل المثال أو في الأماكن العامة. هذا تصريح هذا. نعم، هذه لا تتطلب وجود محل ثابت. صحيح. وإنما هذه المهن كالحلاقة الرجالية مثلا والتزيين النسائي تتطلب وجود محل ثابت، وبالتالي يصدر عليها تصريح للعمل المتنقل. طيب الرقابة في مثل هذه الخدمات، يعني خاصة إذا كانت في أماكن مثل المنازل، كيف يتم مراقبتها؟ يعني زي الحلاقة مثلا تحتاج إلى رقيب. طبعا هو التصريح لا يصدر الا لشخص يعني مؤهل ومستوفي الشروط ويكون حاصل على شهاده مهنيه لمزاوله العمل. بالاضافه الى ان المواطن بامكانه يعني ان يكون هو الرقيب على الاعمال التي يتلقاها والخدمه التي يتلقاها في المنزل. جميل. طيب استاذ اسامه، لو لا سمح الله في شكوى على هذا الشخص اللي يحمل التصريح، من اراجع؟ طبعا يتم التعامل مباشره وسحب التصريح والغائه مباشره. مباشرة، هل في جهة معينة على طول أبلغها أتكلم معها؟ نعم، بكل تأكيد هناك يعني المنصة الرئيسية للأمانة، وهناك أيضا رقم الشكاوي اللي هو 940 يتلقى الشكاوي مباشرة في هذا. طيب يعني البادرة أتت من فين
استاذ اسامه، لانه اعتقد ان جهه امانه منطقه مكه المكرمه هي المبادره بهذه الخطوه، صحيح؟ طبعا هو الخطوه هذه استحدثها الوزاره بشكل عام، يعني على مستوى المملكه، وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان عممت على كافه المناطق. صحيح، عممت. والان الامانه يعني بدات كمبادره من امانه العاصمه المقدسه لتفعيل هذا العمل، يعني لتمكين المواطنين من الاستفاده منها. طبعا اكيد انه مثل هذه الخدمات تحتاج الى رقابه مستمره حتى يتم تطويرها في المستقبل، صح ولا لا؟ عندكم خطط استراتيجيه لتقديم مثلا خدمات تطويريه لمثل هذه، لانها خدمه كويسه يعني، خصوصا اللي عنده محلات صغيره ما عنده امكانيه للتوسع او استئجار محل اخر. بكل تاكيد، يعني هناك عدد من المهن الاخرى التي ايضا الامانه تسعى الى تطويرها والسماح بمزاولتها، يعني زي ايش مثلا؟ مثل اعمال الصيانه المنزليه، كهرباء وسباكه. طب هذه موجوده من زمان؟ لا، ما كانت موجوده بشكل منظم عبر التطبيقات يعني. كذلك صيانه اجهزه الحاسب الالي، هناك صيانه الجوالات، كهرباء السيارات، يعني الاعمال الخفيفه، كهرباء وميكانيك السيارات، ايضا هناك اصلاح الاطارات، وهذه كل هذه المهن ستكون متاحه ان شاء الله في المنازل من خلال تصريح يصدر متنقل عليه. ممتاز. طيب استاذ اسامه، في حاله انه في فرد قاعد يقدم خدمه، يعني عن طريق مثلا محل انت اتصلت وطلبته بدون وجود هذا التصريح، هل يعتبر مخالفه؟ بكل تاكيد يعتبر مخالفه، وطبعا المواطن يعني يجب ان يتاكد من حصول يعني الشخص على تصريح يخوله بالعمل في المنزل. في مثلا عدد تاشيرات معينه، اسف، حمل تصريح بامكانه البلاغ على في عدد تاشيرات معينه مسموح بها لطالب هذه الخدمه. صحيح. نعم، هناك عدد محدد على كل رخصه منشاه، متاح لها عدد محدد من التصاريح المتنقله. جميل. طيب استاذ اسامه، كم يحتاج لحد ما اطلع هذا التصريح للافراد؟ هذه حاجه. الحاجه الثانيه، كل كم يتجدد هذا التصريح؟ عفوا، ما سمعت السؤال. كم ياخذ مده زمنيه عشان يطلع التصريح وقت التقديم؟ الحاجه الثانيه، كل كم لازم يتجدد التصريح؟ يعني لا يستغرق اكثر من دقائق بمجرد الدخول على المنصه. جميل. تظهر الاشتراطات، واذا توفرت الاشتراطات يتم طباعه التصريح مباشره، يعني لا يستغرق اكثر من دقائق. ممتاز. وبالنسبه لل يعني يجدد، طبعا هو كل مره تحتاج الى استخراج تصريح برسوم معينه. كل زياره منزليه تحتاج الى استخراج تصريح عليها رسوم معينه. بدون رسوم طبعا، هي مجانيه. ممتاز ممتاز. بس عفوا استاذ اسامه، انا لفتني كل زياره معينه تحتاج تصريح. صحيح. شلون ممكن توضحها؟ يعني طبعا التصريح هو سهل في الاستخراج، لذلك كل زياره للمنزل يتم عليها استخراج تصريح من الموقع، من منصه بلد. قصدك يعني الان مثلا لو في حلاق بيجيني للبيت المره الاولى لازم تصريح يستخرج في دقيقه تقريبا، صح؟ صحيح. هذا حق مشروع يعني لابد منه، وانا كمستفيد يعني الأمني. ممكن حتى كمان اتاكد من هذا التصريح على مستوى امني ترى. بالضبط، ضروري. بالضبط. طيب تحب تضيف شيء استاذ سامه في الاخير؟ حقيقه يعني شكرا لكم على جهودكم، واحب يعني احب اكد انه الامانه والله الحمد يعني حريصه على تفعيل كل المبادرات التي يعني هي في النهايه تصب في خدمه المواطن ولاتاحه الفرصه لاصحاب الاعمال ايضا للتوسع من اعمالهم. ممتاز، شكرا لك الاستاذ اسامه الزيتوني المتحدث الرسمي لامانه العاصمه المقدسه. تعرفين انه هذه من الخدمات الجميله جدا، يمكن حتى تفك شويه زحمه الشوارع. تعرفين اغلب المحلات الان ترى يمكن هذا بعد يمكن ما حد فكر فيه. صحيح. لو تروح لاي محل الان سواء كان خياطه رجاليه او نسائيه او عند حلاق أو تلقى الباركينج ثلاث سيارات واقفين على بعض، صح ولا؟ انت بامكانك الان زي ما تفضل الان في خدمه انه انت تصليح جوالك بدل ما تروح، تعرفون محلات الاتصالات عندنا زحمه غير طبيعيه، فبامكانك انك انت تستخرج التصريح لمده دقيقه واحده، يجيك التصريح، يجيك عامل الى عندك يصلح جوالك، يصلح الحاسوب، يصلح اللابتوب. هذه انا اعتقد انها خدمه ممتازه لو قدمت للمستهلك بشكل
ممتاز. وكمان الاستفادة، يعني لما تتكلم أنت كعميل والخدمة توصلك بشكل انضباطي بالضبط وبشكل نظامي، أنت كده نفسيا ترتاح، حتى لو ما كنت تعرف الأبعاد من هذا القرار، أنت نفسيا ترتاح بمجرد تدخل منصة تتأكد من التصريح، الاسم، البيانات، في انضباطية، الكل محفوظة حقوقه من خلال إجراء بسيط يعني تم إقراره. فهذه من القرار حنجربها، أنا بالنسبة لي حجربها، يعني خياط رجالي ممتاز يجيك عند البيت عاد مع الحر الصيف الواحد يستثقل الطلعة. اي والله من جد. وين رايحين الحين؟ أعتقد الزيارات لها عليها رسوم مهما يكون. أي ممكن لازم. طبعاً حننتقل لموضوع ثاني، وخلينا نقول واحد من التقارير الجميلة اللي يتكلم عن أكاديمية الحوسي واللي أطلقت مؤخراً في حفر الباطن واللي تهتم في رياضة ركوب الخيل، حيث شهدت إقبال متزايد من الرجال والنساء لهذه الرياضة المحببة لدى الكثير من الناس. تفاصيل أكثر نشوفها في تقرير زميلنا خالد الحميداني. أكاديمية الحوسي التي أطلقت مؤخرا لرياضة ركوب الخيل للجنسين بحفر الباطن، حيث تعتبر هذه الأكاديمية المتخصصة في استقبال من هم فوق سن السابعة لممارسة هذه الرياضة التي تعتبر من أفضل الهوايات. أكاديمية الحوسي للفروسية بحفر الباطن مهتمين بإنشاء جيل فروسي من الصفر، من 7 سنوات نستقبل الطلاب إلى ما له حد. طبعا رياضة الفروسية أوصى وحث على ديننا الإسلامي على تعلمها، أبدعت في كثير من المجالات، من بعض مراكز صحية حصل بها ركوب خيل، بعض أنواع الشلل، بعض أنواع التوحد، بعض أنواع العلاجات قامت تستخدم الكثير من العلاجات. وتساهم مشاركة الأطفال في أنشطة الفروسية في تنمية المهارات الحياتية، فالتعامل مع الخيول ورعايتها والاعتناء بها يطور من الحياة النفسية والجسدية لديهم. الحمد لله هنا جينا ونكسب وقت الفراغ ونظهر الطاقة كلها ونفرغ الطاقة هنا كلها، طاقة البنات كلها، ونعلمهم على الفروسية، والحمد لله طلعت نتائجها طيبة لهن وحياتهن قدامه، ولقينا فائدة جسمانية، فائدة عقلية، ثقة بالنفس بالأطفال، والحمد لله. تعلمت على الخيل أني أروح وأجي وأتدرب عليه وصرت فارسة. تعلمت السباحة وتعلمت الخيل، ومنها أني استفدت منها أشياء من الخيل كثيرة، من ثقة النفس أو تعلم الذكاء زاد، وأشياء زادت كثيرة ما شاء الله. تعلمنا الفروسية ما شاء الله يعني كثير، واستفدنا منها كثير وفهمت منها كثير الحمد لله. وتعزز ممارسة هذه الرياضة تحمل المسؤولية لتقوية الشخصية، فهي رياضة بدنية تتطلب التنسيق والقوة والتوازن لتحريك كامل العضلات داخل الجسم. فرسان لما يتعدى يتجاوز ويصير متمكن 100% يطلع البدوك، هذا يعطيه أكثر مساحة للانطلاق، المهارات الفروسية. بنشوف بعض اللقطات الآن، بعض الحركات بيسوونها الفرسان بإذن الله راح تجوز على إعجابكم بإذن واحد أحد. وعن إقبال السيدات على هذه الرياضة والاهتمام بها، يأتي ذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تعنى وتستهدف جودة الحياة لجميع الشرائح. طبعا احنا عندنا الأعمار تتراوح من عمر 7 سنوات إلى 30 سنة، 40 سنة. ركوب الخيل ما له عمر محدد. ركوب النساء نفتح احنا تقريبا 3 ساعات إلى 4 ساعات تعليم ركوب الخيل، وإن شاء الله بإذن الله مستقبلا راح نطور المربط حق تبعنا ويكون عندنا قفز حواجز لتعليم قفز حواجز للنساء. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. حياكم الله من جديد. من ضمن الإنجازات المميزة التي تسعى إلى تحقيقها سدايا في مجال الذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي النسخة التجريبية لأول تطبيق محادثة في المملكة العربية السعودية باللغة العربية الفصحى والعامية. لمعرفة التفاصيل أكثر يسعدني يكون معنا عبر الهاتف المهندس البرمجيات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، المهندس ريان الهندي. حياك الله مهندس. الله يحييك. هلا والله أستاذ عبد العزيز، وأهلا وسهلا أستاذ نهى، وشكرا جدا على الاستضافة، وبإذن الله أكون ضيف خفيف عليك. أبرك الساعات مهندس. طيب، هل هالتطبيق يعني اللي اسمه علام، حدثنا عن تفاصيل، اشرح لنا. طيب بشكل عام، أول شيء إحنا نقدر نصنف علام على أنه منظومة كاملة وليس مجرد تطبيق. لأن عادة التطبيقات استعمالها يكون لغرض معين أو محدد،
مثل الواتساب مثلا يستعمل بشكل رئيسي للمحادثات. علام مزايا متعدده، المزايا هذه ممكن نلخصها بثلاث مزايا رئيسيه. الاولى اللي هي محادثه الذكاء الاصطناعي من قبل المستخدمين والرد على استفساراتهم باللغه العربيه الفصحى واللهجه العاميه، والميزه الثانيه انه يعالج ويصيغ ويعيد صياغه الملخصات والمستندات يعني ليظهرها بشكل افضل، واخيرا معالجه الصور الورقيه. قصدك سام الورقيه؟ إيه أن ترفع له نسخة إلكترونية من الملخصات هذه ويرجعها لك سواء ملخصة أو معاد صياغتها. وأخيرا معالجة الصور كتلوين الصور من الأبيض والأسود إلى صور ملونة، ويمكن أيضا إنشاء صور من العدم. ويعتبر علام يعني هو الخطوة الأولى للفداية، تستهدف فيه بناء نموذج لغوي توليدي سعودي. وأيضا يمتاز علام بشكل رئيسي بأنه تحت إشراف فريق تقني سعودي من سدايا، ويستند مضمون علام إلى السياسات المعمول بها بالمملكة، ويتم أيضا متابعة عمله باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمستخدمين. جميل. مهندس ريان، الآن أنت تعدد المزايا، أنا أتخيل يعني علام يعني كمية مهولة من الداتابيز والمعلومات اللي قاعدين تدخلونها والتحديثات على مدري على مدى كم ساعة، يعني أبغى أدخل في التفاصيل هذه العميقة اللي أحس أني بمجرد أسرح فيها أحس أني فعلاً أبغى لها إجابة. إيه. طيب أول شيء خلينا نقول أنه كيف يعمل تطبيق علام. علام بشكل عام يعتمد بشكل رئيسي على معالجة المدخلات اللي يختارها المستخدم بناء على رغبته، سواء مدخلات نصية كالمحادثة أو مدخلات صوتية اللي هي الفويس نوت، أو مدخلات تصنف كملفات للتلخيص وإعادة الصياغة، أو حتى الصور. هذه المدخلات تدخل للتطبيق ويتم معالجتها في الخلفية أو يعني كما يسمى تقنية الباك إند، ويتم إرجاعها للمستخدم على شكل نتيجة سواء كانت إجابة عن سؤال أو تلخيص ملف أو حتى تلوين أو حتى إنشاء صور من العدد. وتعتبر مصادر علام كثيرة جدا جدا تقدر بمئات الملايين من المقالات المتخصصة في جميع المجالات، وهذه المقالات تمثل أهم مصادر المعرفة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام. طيب هل هذا التطبيق أو التصميم أو يعني هو يعني تم تعريبه موجود سابقا في مكان آخر في العالم أو إنه إنجاز سعودي؟ لا، هو منشأ كإنجاز سعودي بشكل كامل، وليس معرب وليس يعني معمول من مكان آخر. هذا الإنجاز من داخل ممتاز. إيه ويعتبر لنا يعني سابقة فخر. يعني تعتبر سابقة لنا يعني كسعوديين. إيه يعتبر، أنا إحنا نعتبر الإنجاز هذا يعني فخر لنا كمواطنين سعوديين قبل لا يكون فخر لنا كموظفين للهيئة. ويعتبر طبعاً يعني أنا طبعاً التطبيق يعتبر كخطوة عملاقة أصلا لتحقيق رؤية 2030 في الجانب التقني. جميل. مهندس، الحين الإجابات البحث والناس اللي تدخل على علام هي ما لها أي تدخل بشري في أي إجابة الآن. لا، هذا يعتبر كأنه محرك بحث. لا، هذا يعتبر حنا نقدر نعتبره كنموذج لغوي توليدي، بحيث أنه الإجابة مثلا أنا سألت سؤال أنه كيف حالك مثلا. أعطيني أمثلة، أعطيني أمثلة يكون عشان أسهل للمشاهد. ممتاز. إيه خلنا نأخذ سؤال مثلا كيف حالك، سؤال بسيط ويعني الكل يعرف إجابته. النموذج العلام ممكن يجاوبه يمكن 30-40 طريقة مختلفة، ما هي إجابة مهب واحدة، لأنه هو يأخذ هو ينشئ الإجابة هذه من العدم، مو بشرط تكون موجودة يعني في محرك بحث أو غيره. معلش صوتك شباب، قفل الصوت من عندكم. واضح. مهندس، آخر بس جملتين ما وضحت عندي. اي انا اقول ان التطبيق ينشئ الاجابه من العدم، هو مو حافظ، هو فاهم، بحيث انه ينشئ لك الاجابه بشكل مختلف عن اجابه يعني اخرى. ممتاز. لانه في كثير من الناس ممكن يفكر او يخلط ما بين جوجل وعلام. إيه؟ ابرز السمات الغير مشتركه ما بينهم. طيب جوجل بشكل مختصر هم عندهم اصلا داتابيس عملاقه تكون فيها نتائج
البحث اللي هم يعرضونها للمستخدم. أما علام لا، هو أصلا يعتبر ذكاء اصطناعي ينشئ إجابات أو ينشئ صور من العدم، ما تكون مو بشرط تكون موجودة. يعني مثلا خلنا نأخذ إنشاء الصور، نقدر نقول له والله يا علام أبيك مثلا تتخيل لي السعودية كيف بتكون في 2060 مثلا، فهو يرسل لك تصور كيف بتكون السعودية في هذا العام. رائع، ممتاز. طيب الحين العلام هذا أبرز الجهات اللي ممكن يخدمها، الصحة مثلا، السياحة، أي شيء ممكن، الخدمات، الحج، أو ما له علاقة بالأمور هذه نهائية؟ لا في موضوع الاستفسارات أنا أتكلم. علام بشكل عام سيخدم جميع المستخدمين في السعودية، سواء صغار، شباب، مقيمين، كبار في السن، مقيمين، رجال، سم، مقيمين، مقيمين أو مواطنين، يخدم الجميع بدون أي تحديد البيئة معينة. بس في لغات يحتاجها علام مثلا، سم، مثل لغات شرق آسيا مثلا، أو أنتم ممكن تطورونها في المستقبل أنه يخدم دول شرق آسيا مثلا؟ حاليا علام خلينا نقول أنه في مرحلة أولى، وفي عدة مراحل إن شاء الله جاية في الطريق. المراحل هذه بنعرض فيها خدمات أكثر ومميزات أكثر، وبنخدم فيها فئات أكثر بكثير من التجربة حاليا. جميل. مهندس ريان، يمكن كانت فيه تجربة، يعني تعتبر تجربة غير ناجحة، مرت على الجميع لما نتكلم عن الرد الآلي اللي كان موجود في واحد من التطبيقات. هل علام، طبعا أنا ما أقول لك أنه ممكن يكون فيه أخطاء، الأخطاء يعني واردة بشكل طبيعي وهي أصلا الشيء اللي ساعدنا على التطوير، لكن هل فيه محاذير معينة في التعامل مع علام؟ نوعا ما لان علام احنا حرصنا انه يكون فيه جزء معين يتوافق او خلينا نقول يفلتر الاشياء السيئه. مثلا نتكلم عن خلينا نقول مثلا يعني تصرف مثل القتل، ما علام يعني بشكل رئيسي ما يتعامل مع ممتاز التصرفات هذه. وحرصنا ايضا انه يتوافق اصلا مع القيم والثقافه العربيه اللي عندنا. بالضبط، تعرف لانه في ناس احيانا يشذون عن القاعده في مساله استخدام بعض التطبيقات بنوع من الجنون يعني، فتبدا الاسئله تكون فيها استخفاف وفيها خروج عن النص. فاعتقد انه الذكاء الاصطناعي انتبه لمثل هذه الامور. يعني انا عجبتني اخر كلمه واخر جمله لما قلت يتوافق مع العادات والتقاليد بالضبط. والانظمه، هذا شيء مهم. اي احنا حرصنا اساسا يعني ان علام يتميز عن باقي التطبيقات بهالشيء هذا، بحيث انه الكل يقدر يتعامل معه باريحيه، الكل يقدر يتعامل معه بكل ثقه. وباذن الله زي ما قلنا هذه فقط المرحله الاولى، وفي مراحل كثيره جايه بتصير تحمل خدمات ومميزات. اعتقد بانه علام راح يكون ملفت للانتباه في الايام او الاشهر القادمه، لانه شيء نفخر فيه كسعوديين. أعتقد بأنه هو يستطيع تخزين بعض الكلمات أو المفردات أو المعلومات اللي تأتي من الناس مثلا، عنده القدرة على التخزين. هو زي ما قلنا إحنا ذكاء اصطناعي، ففي لو نقول المحادثة مع علام استمرت مثلا 20 رسالة، هو يفهم أول رسالة تم إرسالها. يعني ممكن لو نسأله والله مثلا سؤال زي ما قلنا كيف حالك، بعدين تكمل سواليف مع علام وترجع لسؤالك الأول أو الثاني، تقول لا أنا فهمت والله من التطبيق أنه لا أحتاج أنا كذا كذا كذا، عدل لي الإجابة الأولى، يرجع للإجابة الأولى ويأخذها ويعدلها لك ويرسلها بناء على آخر سؤال أساسي. طيب مهندس ريان، خليني أسألك سؤال من جانبين، لأنه بإذن الله مع التطوير حيصير منصة شاملة لكل شيء. لما نتكلم عن الأبحاث العلمية، هل يكون عندي خيار أني أحمل الورقة العلمية أو حتى أنزل الورقة العلمية من علام؟ حاليا هذه تعتبر ميزة تجريبية عندنا في علام، لأنه ناخذ حنا هذه الأوراق العلمية وممكن نفيد أصلا فيها بعد الباحثين بالمجال هذا، بحيث أنه يقدر يرفع الورقة العلمية هذه العلام من طرفه مثلا وياخذ الأشياء المهمة اللي موجودة في الورقة هذه، فياخذها
بالضبط ينقحها وياخذ الاشياء المهمه ويبني عليها هو ابحاث. لانه من ضمن الخدمات اللي قريتها قبل شوي والشباب يستعرضونها على الشاشه انه تلخيص الوثائق. هو ياخذ الوثيقه وش ما كانت. لو صك مثلا ممكن يختصره يعني ولا ايش؟ سم لو صك مثلا صك ممكن يختصره من الوثائق يعني مثلا. هو يستعمل جميع الوثائق بشكل عام، ما هو محدود على وثائق معين يعني مثل الصكوك. اي عادي اذا الصكوك طويله وفيها شروط كثيره يقدر يختصرها بواحد اثنين ثلاثه وخلصنا. طيب في فيديوهات يستند عليها علام، معلش كثرنا عليك الأسئلة، بس هذا صراحة محط الأنظار هذه الخدمة، يعني لابد من أن يعني نسأل أسئلة يعني صحفية شوي. هل في فيديوهات يعتمد عليها علام في مثلا يعني واحد من الأسئلة مثلا؟ طيب هو حاليا كبداية حرصنا أنه يتعامل مع الصور فقط، ولكن الفيديوهات موجود في مرحلة قادمة إن شاء الله، يعني لأن زي ما قلت لك يعني هو إن شاء الله بيكون منظومة جدا متكاملة فيها جميع يعني المميزات اللي ممكن تخدم المواطن أو المقيم. وهذا من ضمن المميزات هذه أن معالجة الفيديوهات وتحليلها وليس فقط الصور. جميل مهندس ريان، أنا من جاء في بالي الحين يعني تعرف ما شاء الله أعداد الزوار والسياح قاعد يتزايد في المملكة، وأي واحد يروح لأي بلد حلو إنه يبحث عنها، عن الأماكن الجميلة. يعني لما يجي سايح يبحث عن الدرعية، يبحث عن العلا، المصمك طريف، الأمور هذه تعرف يعني الرموز الجميلة اللي اكتسحت العالم. فهل ممكن يلاقي معلومات بشكل جميل خصوصا للسائح؟ اي نعم، احنا اساسا يعني واحدة من التجارب اللي كثرنا يعني نجرب او قعدنا نجربها بشكل مكثف في علام، الجهات السياحية اللي موجودة في السعودية مثل زي ما قلت قبل شوي قصر المصمك كمثال، حتى قارناه يعني مع منافس آخر، والمنافس الآخر هذا يعني قال إن قصر المصمك هذا موجود في سوريا وليس في الرياض. فعلام علام عطى تفاصيل مكثفة عن قصر المصمك، وين هو موجود بالضبط، حتى يعني وصل كم مساحته ومتى بني. جميل. يعني تفاصيل جدا جدا دقيقة عن الأماكن السياحية هذه. ممتاز. هو يخدم حتى المجال السياحي. طيب إذا الشباب يسمحوا لي بوقت بس عشان إحنا نعطي هؤلاء الشباب اللي قاموا على هذا التطبيق يعني مساحتهم، إنه أول شيء من هم الفريق اللي قام على هذا العمل، كم استغرق من وقت، لابد نعرف من خلف الكواليس منهم الناس اللي قاموا بهذا التطبيق الجميل والرائع، وليش سميته علام بالمناسبة؟ يعني هل أنه يعلمك مثلا؟ هو علام زي ما تقول هي كلمة يعلم. بالإنجليزي أوكي. هي اختصار الكلمة بالإنجليزي، بس أنه يعني من حسن الحظ أنها توافق كلمة علام باللغة العربية، بحيث أن هذا التطبيق فعلا زي ما قلت يعلمك أشياء ممكن أنت ما كنت تدري عنها. فكرة التطبيق هذه وفكرة أصلاً العلام بشكل عام بدأت من أكثر من سنة، وشغالين عليها على قدم وساق من أكثر من سنة. إلى أن وصلنا يعني الحمد لله النسخة التجريبية هذه، وتطوير يعني مثل هذه التطبيقات اللي تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي تأخذ وقت طويل لين يعني تطلع بنتيجة حنا راضين عنها. فصار يعني الكثير من الاختبارات داخل الهيئة إلى أن وصلنا يعني إلى النتيجة الحالية. والنتيجة الحالية على فكرة زي ما قلنا هي مجرد خطوة أولى، يعني التطبيق سيتم يعني الاستمرار تطويره على مدى الشهور القادمة إلى أن يطلع يعني كتطبيق. ما شاء الله يا مهندس، هذا هو خطوة أولى، أجل المراحل الجاية كيف حيكون؟ بس أنا في شغلة ما انتبهنا لها مهندس، يمكن يكون السؤال الأخير، إيش قصة العامية في الموضوع؟ يعني يتكلم بها لهجات المناطق أو إنه اللهجة البيضاء يعني؟ لا هو حاليا يتكلم باللهجة البيضاء، بس أحد الأفكار اللي قاعدين نشتغل عليها إنه يخدم اللهجات السعودية. ممكن جنوبي، ممكن حساوي، ممكن شمالي، عادي. حاليا في الأصوات اللي هي تسجيل الصوت يخدم جميع اللهجات هذه.
والله مهندس الوقت صراحه معك ودي اقعد معك قعده خاصه كذا من كثر ما مكيفني ذا التطبيق. بس سؤال اخير والله العظيم لحظه قدامك جبت اللهجات مهندس، هل في بحث بالصوت؟ يعني امي ولا ابوي بيسوي بحث بالصوت بلهجته بيطلع الموضوع عادي؟ هو نقول ان شاء الله المراحل الجايه احنا عارفينها لسه يسوونها الشباب. هو السؤال بالاصوات موجوده الان، نقدر نسال، اقدر اسال علام بالصوت باي لهجه. اللهجات يدعمها في الصوت، ولكن الكلام الان على النصوص. انا معجب، قاعدين نشتغل عليها انه يدعم النصوص باللهجات. اسمح لي اسجل اعجابي بهذا التطبيق والشباب السعودي اللي خلف مثل هذه الانجازات السعوديه. بارك الله جهودكم ان شاء الله. احنا متابعين لهذا، بالمناسبة اقدر احمله الحين ولا شلون؟ ايه بالنسبة للتطبيق حاليا مرحلة تم البيتا تيستينج او مرحلة الاختبارات الاولية، حاليا فقط متاح لفئة معينة يعني من الخبرات التقنيين اللي موجودين عندنا في دائرة بشكل خاص بالتوفيق. السعودية لان احنا هدف نهائي ان العلام يعني اذا اطلق في الابل ستور والجوجل ستور لجميع الناس يكون حريصين احنا اشد الحرص انه يطلق كتطبيق متكامل وواضح اساسا بعد للمستخدمين. وان شاء الله يعني سيتم اعلان يعني عن موعد الاطلاق في المستقبل. بالتوفيق لك. شكرا لك المهندس ريال هندي، مهندس برمجيات في سدايا، متحدثا عن تطبيق علام. شكرا لك. راح نروح فاصل قصير، تروح بعيد. ليلة أمس كانت جدا مختلفة، يعني وصلتنا فيها مشاعر الفرحة والاعتزاز والفخر في إنجاز وطني دولي، ومن فوقها مسحب منافسة أكثر من 70 دولة نافست طلبة السعوديين طلاب العالم في آيسف 2023 وفي أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي، وحصدوا 27 جائزة وحطموا رقم العام الماضي محتلين المركز الأول مرتين، واللي تمت يوم أمس مدينة دالاس بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. نسلط الضوء على هذه الإنجازات الوطنية والمشاركة السعودية. معنا عبر الهاتف من هناك نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين ورئيس الوفد المشارك دكتور باسل السدحان. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. دكتور باسل، أول شيء نقول لكم شكرا على هالفرحة اللي أهدتوني إياها، ألف ألف مبروك للجميع على هذه الجوائز 27. ممكن تعطينا باختصار يعني تفاصيل دخول هالأبطال في المنافسة، وكيف كانت توقعات موهبة في هالمشاركة لهالسنة؟ نعم طبعا المستجد للمسابقة هذه يبدأ من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي اللي يبدأ مع العام الدراسي. سجل 146 ألف طالب في هذه المسابقة، ثم تدريجيا عبر عدة مراحل من التحكيم الإلكتروني ثم الحضوري، واختتاما بمعرض إبداع العلوم والهندسة. تم اختيار 40 فائز، ثم اختيار 35 طالب وطالبة اللي يعطيهم العشرة طلبة المرحلة الثانوية لمختلف المملكة. هذه المسابقة لها فوق 70 سنة من المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف، مسابقة يعني التنافس فيها عالي كبير بين الدول المشاركة، قرابة أكثر من 1600 طالب، أكثر من 1300 مشروع، قرابة 64 دولة شاركت، والحمد لله طلبتنا وطالباتنا حققوا 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة. كلمني عن الجوائز الكبرى، كانت في أي تخصص؟ من حصل عليها باختصار؟ نعم حقق 23 طالب وطالبة، يعني كل طالب حقق جائزة. توزعت 2 في المركز الأول في مجال الكيمياء ومجال الهندسة البيئية، و7 في كل مركز الثاني والثالث والرابع. المركزين الأولين اللي محمد القرني ومين كمان؟ في الطالب فيصل محيش ومحمد العرفج. محمد العرفج عفوا. جميل دكتور باسل، نبغى نتعرف على الدعم اللي قدمتوه للمشاركين، خصوصا ما شاء الله يعني انه غير العام الماضي وما ننسى الانجاز اللي حققه، السنه هذه كان الانجاز على اكبر، فودنا نعرف وش الدعم اللي تم تقديمه لهالاكتساح بكل قوه. نعم السنه هذه كانت المنافسه توقعناها تكون اصعب بحكم قله الدول المشاركه نسبيا او الطلبه المشاركين نسبيا. العام الماضي
حكم أن المشاركة بالكامل حضورية وليست مثل العام الماضي كانت حضورية وعن بعد حكم ظروف الجائحة. لكن الحمد لله يعني عندنا عدد كبير من شركاء المعرفة اللي دعمونا من خلال الإشراف على الطلبة الحاكم. عندنا عدد من البرامج الإطرائية البحثية اللي تقام في الإجازة الصيفية اللي هي يبدأ الطالب فيها في عدد من الجامعات المراكز البحثية يعني مثل كاوس جامعة البترول بنت الملك عبد العزيز وعلم التقنية وغيرها، ثم يواصل الطالب عمله مع مشرف من هذه الجهات اللي ذكرتها وغيرها للمشاركة في إبداع ثم الوصول، وأيضا معنا 8 مشرفين علميين من هذه الجهات، منها أيضا جهات أخرى ما ذكرتها مثل الملك سعود والهيئة السعودية للملكية الفكرية والسابق. ممتاز. طبعا نحتاج منك نصائح للي شاركوا في هذه النسخة لتقديم الأجمل والأفضل في نجاحاتهم المستقبلية باختصار. طبعا المشاركة الرئيسية يعني هدف موهبة ووزارة التعليم شركة الاستراتيجية في هذه المسابقة هي الرحلة التعلمية اللي تلقاها الطالب، ويعني كيف تصنع منه شخص بعقلية باحث علمي وفي مرحلة مبكرة جدا من عمره تسهم بإذن الله في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال مجتمعها ووطن طموح واقتصاد مستقر. نصيحتي لهم بطبيعة الحال أن الهدف الأساسي هو التعلم، المعرفة، اكتساب الخبرة بما فيها مثلا الكتابة، القراءة، الترخيص، القدرة على الدفاع وشرح الفكرة ومناقشتها، عدم ادعاء يعني أمور إلا بدلائل علمية محددة. والحمد لله الفوز يعني أو المسابقة هي اللي تدفع الطلاب لهؤلاء، والحمد لله جاء الفوز يعني بشكل كبير جدا، تجاوز حقيقة يعني توقعات أكثر المتفائلين اللي كانوا معنا بالفريق. كل الشكر لك ضيفنا نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل عبد الله السدحان، نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة ورئيس الوفد المشارك. ليلة أمس كانت كلها حماس، كلنا على أعصابنا لحد ما طلعت النتائج عبد العزيز، يعني كانت الفرحة جدا جدا جميلة بهالفوز. يعني أنا أعتقد أنه أكبر إنجاز علمي حتى الآن، تتفاوت الأرقام طبعا لنا يمكن حدود أكثر من سنتين ونص، وحنا دائما في برنامج من السعودية نتابع كل خطوة تخص الموهوبين السعوديين، أبدعوا يعني شيء مبهج ومفرح. إحنا من حسن الحظ إنه هذا التسارع والتقدم في خصوصاً في موضوع الرياضة والهندسة يتوافق مع تسارعنا للذهاب إلى 2030. أعتقد إنه هذا الشباب إذا ما تم احتضانهم بشكل كبير ومراعاتهم ومتابعتهم الدورية، احنا وصلنا الان الى اكثر من 100 اسم تقريبا في كافه المجالات حصلوا على جوائز عالميه. اعتقد انه في 2030 راح يكون لهم باع كبير وراح يكون لهم بصمه قويه في 2030 باذن الله، خصوصا انه في تخصصات دقيقه جدا. بالضبط، ويعني بصراحه اللي يتابع الاوراق العلميه اللي قدموها والابتكارات والاختراع في شتى المجالات يعني يتكلم عن تخصصات دقيقه ما يمسكها إلا دراسات عليا، فتتعجب ما شاء الله من هالعقول المنيرة، العقول الصغيرة اللي فعلا هم علماء المستقبل. اللي لعل البعض ما يعرفه أنه آيسف من أصعب وأعلى المعايير العالمية، وهذه أصعب ترى نصف في اختيار الأبحاث نصف. وكل مالها تصعب، وللحمد لله والمنتخب السعودي كل ماله يكتسح، وهذا أملنا فيهم دائما. وبعدين ولا مقطع كلامك، من المبهج أيضا والمفرح وليعطيك طاقة إيجابية للمستقبل بأنه هذه النجاحات وهذه الجوائز تتناسب مع وجود ثورة تقنية على مستوى العالم. بالفعل احنا يعني في السنتين الأخيرة يمكن نكون في مصاف الدول الكبرى فيما يخص موضوع التطور والثورة التقنية اللي سهلت الخدمات في كافة الأصعدة. هؤلاء الشباب يعني أبدعوا في ابتكاراتهم الهندسية والرياضية، أعتقد إن شاء الله هم يمكن حجر الزاوية في المستقبل فيما يخص الثورات التقنية المقبلة على مستوى العالم، صح ولا لا؟ طبعا، والإبداع مستمر. لسه كنا نسولف عن علام، ولسه حنتكلم عن سعوديين نحو الفضاء، لكن خلونا نشوفها بعد الفاصل. نروح للجزئية المهمة في حلقتنا نحو الفضاء. إذا أنت وصلت القمر فأنا سأصل للمريخ. كلمات طفل حولت من ملهم شغوف بالطيران إلى تمثيل الوطن في المهمة العلمية
للمملكة. متابع رائد الفضاء علي القرني. أحب المجهول، أحب المغامرة، أحب الاستكشاف. استمتعت بالطيران وعشقت الطيران، والآن انتظر لي استمتع بالطيران بطريقة مختلفة. أحد أهم اللحظات في حياتي اللي هي مصارحتي لوالدي بأني انضميت لبرنامج رواد الفضاء، كانت لحظة مؤثرة جدا. قيادتك للطائرة على سرعة تتجاوز 1000 كيلومتر في الساعة وهي سرعة الصوت، فاتخاذ القرار فيها يجب أن يحدث في أجزاء من الثانية. أن تصبح رائد فضاء هذا هدف صعب جدا، ولكن ليس مستحيل. ولد أختي الصغير أرسل لي صورة فيها قمر ومريخ وصاروخ، وحاطني أنا على القمر، راسم صورة صغيرة لي على القمر، وقال إذا أنت وصلت القمر أنا بوصل المريخ إن شاء الله. فأعتقد من الجميل جدا أن تشاهد مثل هذه الإلهام يوصل للأجيال وهم في عمر صغير. لن يكون لبرنامج رواد الفضاء السعوديين وجود لولا رؤية 2030. اختياري من ضمن برنامج رواد الفضاء السعوديين يعتبر أكبر إنجاز لي في حياتي. سأمثل وطني المملكة العربية السعودية في هذه الرحلة العلمية، وهي مسؤولية كبيرة جدا ونحمل راية كبيرة. إنجاز عظيم تفصلنا عنه ساعات بكل حماس وفخر، ويعد برنامج المملكة لرواد الفضاء السعوديين واحد من البرامج الاستراتيجية والتي تعمل عليها الهيئة السعودية للفضاء، والذي يهدف في مرحلته الأولى لإرسال رائدي فضاء رجل وامرأة ضمن رحلة مهولة لمحطة الفضاء الدولية. هذه المهمة تعتبر حجر الأساس لبناء برنامج مستدام للرحلات المهولة للفضاء واكتساب الخبرات المطلوبة حول هذا الموضوع. تفاصيل أكثر عن رحلة الفضاء والتي ستنطلق غدا الأحد، رحب ضيفنا في الاستوديو المهندس ماجد المشاري المستشار في الهيئة السعودية للفضاء. هي حياك الله، يا هلا وسهلا. الله يحييكم ومسي عليكم بالخير والمشاهدين والمشاهدات، وشكركم على الاستضافة. يا هلا وسهلا. في البداية يعني أوكي، إحنا حندخل في تفاصيل بكرة ومتحمسين لها، لكن ودنا نتعرف أكثر على تفاصيل برنامج المملكة للفضاء ورواده. نعم، برنامج رواد الفضاء السعودي هو أحد برامج الاستراتيجية اللي تعمل عليها الهيئة السعودية للفضاء بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء. وتهدف الهيئة السعودية للفضاء من هذا البرنامج إلى يعني تحقيق تطلعات المملكة في قطاع الفضاء، والتي تشمل يعني تأهيل الرواد للقيام بمهام فضائية، تأهيل الباحثين أيضا على الأرض للاستفادة من بيئة الفضاء لتحقيق أهداف تنموية تنعكس على الشعب السعودي وعلى العالم بالخير بإذن الله. ممتاز. طيب احنا نتكلم عن يعني الآثار الإيجابية لمثل هذه الرحلة الفضائية. لا شك أنها آثار إيجابية تختص بالأبحاث العلمية. نعم، احنا عندنا 11 بحث علمي يفترض أن يكون نتاج هذه الرحلة. كلمني عن هذه الأبحاث العلمية. هناك العديد من الأبحاث العلمية التي سيتم إجراها عبر الفريق السعودي، 6 منها في مجال المخ والأعصاب. تهدف التجارب الست هذه إلى دراسة تأثيرات الجاذبية الصغرى والسفر إلى الفضاء على الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، وستشمل هذه التجارب قياس تدفق الدم إلى الدماغ، وقياس الضغط داخل الجمجمة، وقياس تغير طول العصب البصري. نتائجها بإذن الله راح تفتح مجال للباحثين لتطوير رحلات آمنة في المستقبل والحفاظ على صحة جسم الإنسان، لأنه نتوقع في المستقبل أن يكون السفر للفضاء يعني أمر شائع أكثر مما هو سنويا الآن. قد يكون دوريا يعني. نعم نعم، حتى المواطن العادي يعني ممكن يتاح له الفرصة للذهاب إلى الفضاء في رحلة سياحية بعد نجاح هذه الأبحاث، صح ولا لا؟ نعم، بعد التأكد أنه السفر إلى الفضاء آمن ولا يؤثر على الإنسان العادي كما يؤثر يعني تؤثر أي وسيلة سفر أخرى. مهندس ماجد، معلش أبغى أتأكد من كلمة حضرتك ذكرت أنه حتى المواطن ممكن يتعامل معها كرحلة سياحية؟ أي نعم نعم، هناك يعني استثمارات وابتكارات جديدة كثيرة يجري العمل عليها. الموضوع هذا بس أنها باهظة الثمن يعني.
حاليا باهظة الثمن مثل الطيران أول ما أخترع كان باهظة الثمن وليس متاح للعموم، لكن نتوقع إن شاء الله أن يكون السفر للفضاء متاح للجميع. جميل مهندس، خلينا نتكلم عن الأهداف الاستراتيجية والتواصلية لرواد الفضاء من خلال هذه الرحلة. وجود برنامج وطني لرواد الفضاء أولا يعكس مكانة المملكة العربية السعودية ومكانة القدرات السعودية من الباحثين ورواد الفضاء القادرين على تحقيق أهداف التنمية التي تسعى إليها المملكة. الذهاب إلى الفضاء ليس من نوع الرفاهية، بل له أثار كبيرة جدا يستفيد منها في مجال الطب، في مجال تطوير العلاجات المبتكرة، في مجال دراسة أثر الجاذبية الصغرى على تطور الالتهابات، أيضا يستفاد منها في إجراء الأبحاث على موضوع الاستبطار وهو موضوع يهمنا كثيرا في المملكة العربية السعودية، بهدف أنه نفهم تقنية الاستمطار والعوامل التي تزيد مستوى الاستمطار. أيضا من الأهداف هي يعني تمكين الأجيال القادمة من طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي أنهم يشاركون في هذه الرحلة عبر إجراء يعني 3 تجارب يشارك فيها 12 ألف طالب في أكثر من 40 موقع حول المملكة بالتزامن مع محطة الفضاء الدولية. وهذا الأثر إن شاء الله راح يكون في تقريب لمفهوم علوم الفضاء وتقنيات الفضاء لهذه الأجيال، بحيث أنه يكون قطاع الفضاء أحد الفرص اللي ممكن الطالب يفكر فيها من الآن. حيكون ذراع مهم ترى في المستقبل القريب، بالضبط. يعني خصوصاً مع الثورات اللي إحنا قاعد نعيشها يعني، بالضبط. العلمية والبحثية في السعودية. نعم، أنه قطاع مبني على المعرفة، صحيح. فجوهره هو الإنسان، الإنسان الذي يستطيع تطوير. وإحنا مو ناقصنا شيء يعني. والابتكار. نعم والله. قبل ما تجي إحنا كنا نتكلم عن 27 طالب حققوا جوائز عالمية. بالضبط. فالقادم أجمل. نعم. إن شاء الله. طيب. مؤسسة موهبة أحد الجهات المشاركة في هذه التجارب. كيف؟ نعم. 12 ألف طالب راح بالتعاون مع وزارة التعليم ومؤسسة موهبة ومدارس الرياض ومدارس مسك راح يشاركون في هذه التجارب. مثل ما نعرف مؤسسة موهبة ترعى الطلاب النابغين والموهوبين وتمكنهم من يعني تفعيل وتطبيق المفاهيم العلمية اللي يدرسونها في المدارس، بحيث أنهم يكونوا إن شاء الله مخترعين المستقبل ومبتكرين المستقبل بإذن الله. تعرف مهندس، يعني والله وأنا أقرأ الإعلان عن الانطلاقة يعني أول شيء جدا الكل متحمس وكل ينتظر ساعة الصفر. سبحان الله قديش الموضوع هذا على الشغف وطموح كثير من الأشخاص. يعني إحنا أول كنا نشوفه شيء من الأحلام، اليوم تشوف هذا الحلم متحقق. يعني كأنه شيء من المعجزات. لا، ولما تتكلم عن موضوع أبعاد ثانية، لما تتكلم عن أبحاث يعني تنطلق وتروح، يعني صار المواطن السعودي موجود لخدمة البشرية. نعم. لدرجة أنه طلع إلى الفضاء. نعم. هذه مكانة المملكة العربية السعودية التي تليق فيها، وهذه إمكانات الشعب السعودي. كما قال سمو سيدي، طموحنا عنان السماء والشعب السعودي مثل جبل طويق. يعني فمكانة الباحثين السعوديين والعلماء السعوديين ورواد الفضاء السعوديين لا تقل عن نظرائهم، ينتظرون التمكين وينتظرون الدعم واللي نشهده حاليا في جميع المجالات، وبإذن الله تتحقق الأهداف والرؤى من هذه الرحلة. طيب خلينا نتكلم عن الرحلة الآن بشكل أدق. متى ستنطلق الرحلة؟ الساعة كم مدتها؟ نعم، الرحلة ستنطلق بإذن الله يوم الأحد غدا 21 مايو بعد منتصف الليل بإذن الله، يعني صباح الاثنين. خلينا نقول صباح الاثنين. نعم. ستكون مدتها 12 يوم تقريبا. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الانطلاق والوصول إلى المحطة والالتحام فيها ممكن تأخذ من 16 إلى 24 ساعة. بعد ذلك سيتم وصول الرواد إلى محطة الفضاء. أيضا موجود هناك العديد من رواد الفضاء من مختلف الدول سيستقبلون روادنا، وبعدها ستبدأ المهام الموكلة إلى رواد الفضاء، رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني، لتشمل مهام علمية، مهام تشغيلية، مهام تواصلية مع الأرض ومع الطلاب. وبإذن الله يعني نتمنى لهم كل التوفيق، والله يحفظهم وردهم سالمين. آمين. ليش اختاروا 12 يوم بالتحديد؟ هذه لها رمزية معينة. الرحلات الفضائية تجدول مسبقا يعني، ويتم تحديد موعد انطلاق الصاروخ والتحامه بالمركبة والتحامه بمحطة الفضاء والعودة. أقصد الخلاص من الأبحاث هناك. نعم. الانتهاء منها.
هي جدولة الأبحاث والتجارب العلمية بناء على مدة الرحلة والتي أتيحت لنا حاليا، لكن ممكن أنها في المستقبل تزيد أو تنقص، ممكن تصل إلى مدة بقاء طويلة جدا، ونهدف إلى أنه تصل تكون عندنا رواد يستطيعون البقاء في الفضاء مدة 6 شهور بإذن الله. يعني إحنا اليوم نتكلم مهندس ماجد عن تحول الأبحاث العلمية من عينات لتجارب من خلال الفضاء، قديش صار عندنا هالتوسع في والحرص على النتائج الأبحاث العلمية بهالطريقة. الحمد لله، يعني مجتمع الأبحاث السعودي الحمد لله مجتمع متقدم، يعني عندنا مركز الملك فيصل، مثل الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد الجهات الرائدة في الأبحاث الطبية، ورائدة الفضاء ريانة برناوي أحد المنتسبين وأخصائية أبحاث في مثل الملك فيصل التخصصي، وسأعود إن شاء الله أبحاثها ونتائج الدراسات التي ستقوم فيها والتجارب بالفائدة على مجتمع البحث العلمي. طبعا كلنا حنتابع بكرة إن شاء الله بإذن شغوفين الله بهذا الموضوع على هذه الانطلاق. طبعا الأبحاث العلمية تستكمل هنا في المختبرات في المملكة العربية السعودية بشكل أطول، وتخلص إلى نتائج معينة بالضبط، ويتم نشرها للمجتمع العلمي العالمي، وبناء على نتائجها يتم أيضا تطوير تجارب أخرى أو تطوير حتى منتجات ممكنها تنتقل إلى السوق، مثل العلاجات الطبية ومثل الابتكارات التقنية التي تكون في الفضاء. مهندس ماجد، كيف نقدر ممكن تخيل لتطور طريقة تقديم الأبحاث العلمية وتجاربها؟ كيف احنا ممكن نتخيلها؟ يعني في بادئ الأمر كان مثلا استخدام العينات اللي هي الفئران الكندية في مرحلة من المراحل، تجارب سريرية على البشر. اليوم في طريقة ثانية عندنا في المجال البحث العلمي اللي هو عن طريق رحلات رواد الفضاء. اليوم كيف نتكلم عن جودة هذه الأبحاث مصدرها السعودية؟ أولا نعرف أنه بيئة الفضاء أو بيئة الجاذبية الصغرى هي بيئة مختلفة عن الأرض، والكثير من الباحثين يعانون أنه قوة الجاذبية على الأرض قد تؤثر على مسار التجربة العلمية نفسها. مثلا على سبيل المثال، يعني الخلايا الجذعية سواء أو غيرها، سلوكها وتفاعلها مع الالتهابات يختلف في الفضاء عن ما هو في الأرض. فممكن يتيح لنا الفضاء فرصة أنه نسرع الأبحاث العلمية في المجال الطبي بحكم أنه ما عندنا القوة التي تكون على سطح الأرض. نفس الشيء بالنسبة لتجربة الاستمطار، لما أكون في بيئة الجاذبية الصغرى العوالق أقدر أتحكم فيها وأقدر أتحكم في مكانها، لكن حاليا لو العوالق وحبوبات الملح مثلا لا أستطيع أن أعلقها في الهواء، لكن أستطيع عمل ذلك في الفضاء، وهذا يسرع الأبحاث العلمية واللي بدورها ممكن تسرع تطوير التقنيات والعلاجات في المستقبل. يلا على بركة الله إن شاء الله سننطلق غدا بإذن الله. شكرا لك المهندس ماجد المشاري، مستشار في الهيئة السعودية للفضاء، شكرا لتواجدكم معنا. شكرا لاستضافتكم، الله يعطيكم العافية. روح باحثة وشغوفة بالتعلم قادت ريانة إلى الفضاء وتمثيل المملكة كأول رائدة فضاء سعودية. نتابع. دائما كنت أنا أحب الاستكشاف وأحب إني أنا أتعلم، هذا الشيء اللي أصلاً وداني لمجال الأبحاث واشتغلت فيه سنوات عديدة يعني، فدحين أحس إني روح لعلالة السمائية. أول ما جاني اتصال من الهيئة السعودية للفضاء إنه ريانة أنت انقبلتي في برنامج رواد الفضاء، كانت هذه أجمل لحظة. تكمن يمكن صعوبة التدريب نفسها فإنه جدا مكثف، كل يوم بالنسبة لنا مرحلة تعليمية جديدة، كل واحد فينا جاي من خلفية مختلفة لكن يجمعنا حب الفضاء والشغف. إحساسي بالفخر بهذه المهمة أكبر شعور أنا أشعر فيه. أهم محاور رؤية 2030 دعم المملكة العربية السعودية للمرأة من أهداف الباحثين والعلماء والمطورين اللي على الأرض يجربوا تجاربهم هذه في الفضاء. دوري الآن هو أني أمثل المملكة في هذه المهمة العلمية على مدى رحلة AX2، وتعد هذه البعثات الفضائية هي أحدى ثمار هذه الرؤية، ويوصل طموحنا لعنان السماء.
الموعد غدا سنشهد أول رحلة تطلقها المملكة ضمن برنامج رواد الفضاء، واللي بدورها ستحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية 2030 وتوجهاتها المساهمة في رفع مكانة المملكة في قطاع الفضاء ووضعها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول 2030. معنا عبر سكايب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الدكتور بدر السويدان. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. الله يحييكم، احنا سعيدين في هذا اللقاء وسعيدين أنه نجتمع وننتظر هذه الفرصة نشوف رواد الفضاء. أنا استوقفني حديث رائد الفضاء ريانا ورائد الفضاء علي وكيف حماسهم لهذه المهمة. أنا يعني حضرنا بحكم سعودي ومختص في الفضاء ومهتمين فيه دائما، أي عملية إطلاق دائما عملية مثيرة وعملية فيها من الحماس والترقب الكثير، فبالك لما تكون هذه رحلة فضائية تحمل سعوديين راهدين الفضاء يرفعون علم السعودية ويمثلون كل السعوديين. إن شاء الله أن كلنا وقلوبنا كلها معاهم إن شاء الله غدا يحققوا بالسلامة إن شاء الله، يصلون إلى مبتغاهم، يصلون يرفعون راية هذه البلد، يرفعون طموحنا كله إلى الطموح الذي نبغى نوصل إليه جميعا، وقياداتنا ترغب من السعوديين أن يصلوا إليه. أنا نحن بمحض الصدفة موجود في أمريكا في كيب كنافرا، وإن شاء الله نشاهد عن قرب الإطلاق مصادفة، لأنه عرب سات بعدها بيومين سيكون في إطلاق قمر بدر أيت، قمر بدر أيت العرب سات. هذه مصادفة جميلة جدا أن نشوف السعودي والإنجاز السعودي يتحقق من فترة لفترة. الرحلات المأهولة عادة تكون تفرق عن الرحلات إطلاق الأقمار الصناعية وغيرها، لأنها فيها حذر شديد خاصة لأنها تحمل بشر في داخلها وتحمل قلوب الناس كلهم معها، فتكون في دائما حذر في يترقب في ما يستحق من خلال هذه المهمة. ممتاز. دائما يعني خلينا نبدأ دكتور بالاستعدادات والترتيبات لديكم لانطلاقة رحلة رواد الفضاء غدا. طبعا الاستعدادات حسب ما سمعناه من شركة سبيس إكس أنه الترتيبات جاهزة لإطلاق إن شاء الله غدا، وكل الأمور تمشي بطريقة سلسة وحسب ما رتب له، لكن بحكم يعني تجاربنا السابقة كل شيء وارد في آخر لحظة، قد يكون أحوال الأجواء قد تؤثر وتسبب تأخير. هذا حصلت معنا في إطلاقات سابقة، قد يتأخر ساعة ساعتين أو يتأجل إلى اليوم اللاحق، أحيانا الظروف أحيانا الرياح الشديدة اللي تكون في منطقة الإطلاق اللي يكون صعب أن يتوقع فيها وتوقعها. فأنا يعني عدل لو سمع لا قدر الله مثلا غدا في تأخير أو شيء، هذا شيء متوقع ومترقب وصارت قبل كذا يعني الفضاء، وصارت كثيرا يعني جربناها أكثر من مرة، ولا تعني أي مفردات تستدعي أي قلق على المهمة ولا على رواد الفضاء إن شاء الله. وهذا من الأشياء من نوعية طبيعة المهمة، وخوفا وحذرا على سلامة سلامة رواد الفضاء دائما تأتي أولا وفي أي كل الأحوال، وهذا الفريق إن شاء الله هم قادرين على أنهم يقودوا هذه المهمة بشكل مناسب، وأخذ التدريب والتأهيل اللي يحتاجوه وقادرين على القيام بكافة أعمال هذه المهمة. طبعا الفريق شكل بطريقة بحيث أنه يكون فريق متكامل يشمل تشكيلة متنوعة من التخصصات مكملين لبعضهم يغطوا هذه الفترة المهمة 12 يوم بكافة تفاصيلها، بحيث أنه ما يحتاجوا كل شيء يحتاجوا، قادرين على أدائه ومستعدين لأي حتى ترقبا أي تحديات، قادرين إن شاء الله بحكم ما أخذوا من تأهيل وتدريب أنهم يتجاوزوا أي صعوبات قد يواجهوها، وإحنا إن شاء الله معاهم قلبا وقالبا بدعائنا وتوقعنا. طيب معهم دكتور بدر، دامك ذكرت أفراد الطاقم ودنا نتعرف عليهم، من هم أفراد الطاقم غير ريانة وعلي حيكونوا موجودين؟ طبعا ريانة هي كما يبدو لي أنها بحكم خبرتها هي يغلب على البحث العلمي، لأن قد تكون تتولى أكثر شيء عملية إجراء التجارب بحكم خبرتها الطويلة في هذا المجال والخبرة عند رائد الفضاء علي الغامدي، أنه القرني علي القرني أنه يكون هو الشخص اللي عنده الخبرة القديمة، بالإضافة إلى بيجي واتسون اللي هي رائدة أول رائدة فضاء
جلست أكثر فترة في الفضاء وعندها خبرة طويلة، ونحن كسعوديين نستفيد من الناس اللي عندهم خبرات طويلة ويفيدوننا ويكون لهم قدرة. ونفس الشيء جون سميث شون من الناس اللي عنده خبرة طويلة في الطيران الحربي وفي المناورات الحربية والطائرات، كتشكيلة جدا مناسبة تعطي المهمة التنوع اللي يضيف لها الكثير. وهذه الرحلة أنا أعتقد أنه ستكون مميزة، رحلة مغايرة لسبقها ومشابهها بإذن الله. كونها سعودية الرحلة كمهمة كاملة مخصصة للسعودية، مخصصة برواد سعوديين يقومون بمهامها خلال 12 يوم كاملة، يتم عمل كل التجارب والمهام المطلوبة منها المقدمة من السعودية والخدمة السعودية ونتاج للثقافة والتعليم والأبحاث العلمية السعودية. ممتاز. طيب. هذه ما يجعلها مميزة أكثر من أي مهمة أخرى. دكتور، يعني عامة الناس يعتقدون بأنه أي ذهاب للفضاء يا أما المريخ يا أما القمر، لا، الآن هذه الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، ودي تعرف الناس ومشاهدين أكثر عن هذه المحطة. طبعا المحطة الفضاء الدولية هي يعني نتاج تكاتف لعمل من كثير من الدول. طبعا بدأت العمل من الاتحاد السوفيتي ذاك الآن وأمريكا ودخول الاتحاد الأوروبي كثير الاتحاد الأوروبي وكذلك بعدين اليابان، فعبارة عن كبسولات ملتحمة في بعض تكون قرية صغيرة خاصة، جزء منها خاص بدولة أو اتحاد الأوروبي مثلا واليابان، فهي متكونة من ما يشابه القرية الصغيرة، وهي مثال جميل للتعاون بين الدول، وكذلك مثال جميل كيف أن الدول استطاعت أن تعمل مع بعض بطريقة سلمية. وهذا الرسالة الحقيقية للفضاء، أنه تكون رسالة للاستخدام السلمي للفضاء تتمثل في المحطة الدولية ISS. وجود السعودية الآن بمركبة تصل إلى هناك ويعملوا التجارب فيها هو امتداد لهذا، لأن السعودية جزء لا يتجزأ من هذا التعاون الدولي الكبير، لأنه التعاون الدولي في الآيس له الآن حوالي 40 سنة. فهذا وجود السعودية من ضمن هذا التجمع العربي، التجمع الدولي، السعودية جزء لا يتجزأ، يضع المملكة في مكان الذي يليق بها. كل الشكر لك دكتور بدر سويدان، نائب الأعلى للرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. من يومنا طموحنا لفوق، ونقول السعودية نحو الفضاء. وصلنا لختام حلقتنا، لا تنسون الموعد بكرة لرواد الفضاء وموعد انطلاقتهم، كلنا حماس، نتمنى لهم كل التوفيق. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أشكر مصمم أبعاباتي اليوم ملاذ الخطيب، شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لك يا نهى، موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم الأسبوع القادم، كونوا في الموعد، دمتم في رعاية الله. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. مستعدين للانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، تنطلق السعودية نحو الفضاء. أداء المحركات جيد.